موضوع الرد الإيراني على اغتيال القائد إسماعيل هنية أبو العبد، ماذا تتوقعون؟ هناك اليوم عدة سيناريوهات. تأخر الرد، هذا التأخر طرح علامات استفهام وفتح الباب إلى المزيد من التساؤلات والاجتهادات في هذا الموضوع. هناك من يقول بأن إذا حصلت إيران على ما تريد قد لا يأتي الرد. هناك من يقول بأنه إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار هذا هو رد قائم بحد ذاته، ولكن هذا الأمر مستبعد نوعا ما. ماذا لو لم يأتي الرد نتيجة تسوية ما؟ كيف تنظرون إلى الموضوع؟ أولا، اغتيال الأخ القائد إسماعيل هنية في طهران هو جريمة كبرى، وهو اعتداء على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أولا، ثم هو اغتيال قائد فلسطيني كبير ورئيس حكومة فلسطينية سابق ورئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس. فنحن تبلغنا من أعلى المستويات في إيران أنهم لن يمرروا هذا العدوان وأنهم سوف يردوا عليه، والمسألة عندهم. نحن لدينا تأكيدات أن الجانب الإيراني سيرد على هذه الجريمة حتى لا تتكرر، لأن هذه جريمة يعني خطيرة جدا. والأخ إسماعيل هنية كان ضيف الجمهورية الإسلامية وجاء ملبيا دعوة الرئيس الإيراني للمشاركة في تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، فهذا عدوان كبير على إيران وعلى حركة حماس وعلى الشعب الفلسطيني. لذلك نحن لا نشكك بالرد الإيراني، الرد الإيراني آت وقوي جدا. نعم، وكذلك رد حزب الله بالنسبة لكم؟ طبعا رد حزب الله على اغتيال الأخ القائد فؤاد شكر. كذلك الجانب المقاومة الإسلامي في لبنان طبعا سيرد على اغتيال القائد شكر في الضاحية الجنوبية. وأنا أقول لك أن مسألة الرد على اغتيال القائد شكر والقائد إسماعيل هنية منفصلة تماما عن مسألة المفاوضات بشأن غزة ووقف إطلاق النار في غزة. حتى لو حصل اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، فمن حق المقاومة الإسلامية في لبنان أن ترد، ومن حق الجمهورية الإسلامية في إيران أن ترد على اغتيال الأخ إسماعيل هنية. نعم. سيد علي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجول، جال على روسيا، التقى الرئيس بوتين، اليوم هو في زيارة رسمية إلى تركيا وسيكون له كلمة غدا في البرلمان التركي. نحن نرى ما تتعرض له الضفة الغربية أيضا في هذا الإطار. هناك مصالحة أو تلاقي جرى في الصين بين كل الفصائل الفلسطينية، وضعت خارطة طريق. هذا يأخذنا للحديث عن اليوم التالي في غزة، كيف سيكون؟ هل سنعود ونرى شردمة في الفصائل أم ستخضع حماس لهذا المسار وتكون يعني تكون جزء من السلطة، أو تكون جزء أو تدخل في هذا الائتلاف وتكون جزء من الحكم؟ نحن يعني نؤكد أن اليوم التالي هو شأن فلسطيني داخلي، وقد بحثنا هذه المسألة في الصين في 22 و23 تموز الشهر الماضي، وأنا كنت موجود هناك في المفاوضات الصين أو الحوار الوطني الفلسطيني في الصين، وحسمنا هذه المسألة واتفقنا على تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني من الكفاءات الوطنية الفلسطينية المستقلة، لا تشارك الفصائل في هذه الحكومة، لكن الفصائل هي تتوافق من خلال حوار داخلي على رئيس الحكومة وعلى الوزراء. يعني هيدا مثل حكومة التكنوقراط عنا، يعني مثل عنا تجربة حكومة التكنوقراط، ولكن الخلفية مستندة إلى كل الجهات والأحزاب والتيارات السياسية. هذا ما اتفقنا عليه، ونريد الحكومة أن تكون للضفة وغزة وليست لغزة أو للضفة فقط، نريدها للكل الفلسطيني. ولذلك الآن نحن نطالب الرئيس محمود عباس بأن يباشر بتطبيق ما اتفقنا عليه في الدوحة في الصين في بكين، لأن المسألة الآن بحاجة إلى اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، باعتبار أن الأمناء العامين هم لجنة المتابعة لتنفيذ اتفاق الصين. شو يعني يجب على الرئيس الفلسطيني أن يدعو لهذا الاجتماع؟ طبعا لأنه الرئيس محمود عباس هو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وهو كذلك رئيس حركة فتح، وهو كرئيس منظمة التحرير
يرأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ووجه الدعوة لهم. نعم. لذلك يعني اتفاق الصين وقعناه ب 23 تموز، اليوم احنا 14 آب، يعني عندنا أكثر من 3 أسابيع تقريبا مضت ولم يتم أي اجتماع ولم تصدر أي بادرة إيجابية حتى الآن من الرئيس محمود عباس. نحن نطالبه بخطابه، يعني سواء كان خطاب غدا في تركيا أو أن يعلن عن أو يوجه دعوة لعقد اجتماع للأمناء العامين حتى نستبق الأمور ونرتب البيت الداخلي الفلسطيني ونشكل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، ونقول للعالم أجمع أن الموقف الفلسطيني موحد وأن الفلسطينيون جاهزون لإدارة أوضاعهم الداخلية باتفاق وطني داخلي. نعم.